وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: رب أمتي أمتي. فيقال: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع. فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. برة أي حبة قمح، وجبريائي أي سلطاني.